العميد طارق المرجاوي أحد فوسان هذا الوطن، نودعه اليوم بكل الحب لرجل عاش ومات فداء لهذا الوطن. العميد طارق المرجاوي من مواليد المنصورة، بدأ عمله منذ تخرجه في عام 89 في كلية الشرطة بمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ثم عين رئيسا لمباحث الدقي وتدرج في المناصب حتى شغل منصب رئيس مباحث مرور الجيزة، وأخيرا رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة. إلى الجنة يا شهيد الوطن. بس عندي كلمتين في الموضوع ده، لأن لسه في بعض مش عايز أشتم برضو الناس، الإخواننا اللي بيدعوا أنهم مصريين، لابسي الحظاظات الأمريكان، بيتكلموا من يومين يمكن عن إدانة العنف المتبادل أيا كان مصدره، في إشارة إلى عنف الشرطة وعنف الإرهاب. بيتكلموا عن إن كل القتلى مصريين، ونحن نقول لهم بالفم المليان لا يستويان، ليسوا مصريين، دول تبعكم انتوا، تبع السي اي اي والامريكان والمخابرات الألمانية يا سيد عمرو حمزاوي، دول مش تبعنا، تبعكم انتم يا صديق الاخوان وصديق الارهابيين، هؤلاء ليسوا مصريين. اللي يزرع أنابل في شجر الورد وشجر البرتقال ما يبقاش مصري يا سيد عمرو حمزاوي. اللي يفجر عن بعد حماة الوطن ورجاله وأبنائه ما يبقاش مصري يا سيد عمرو حمزاوي. ولا تكفي إدانته مساواة بإدانة أي عنف آخر يحاول الحفاظ على تماسك هذا الوطن. طبعا حضرتك ما بتقراش بالعربي، وحضرتك مش تبع ثقافتنا العربية، أحكي لك حكاية يفهمها أصحاب الثقافات العربية. في حرب البسوس التي دامت 40 عاما بين تغلب وبني بكر، الجساس ابن مرة نسيب وخال بنت أخو زوجة كليب قتلوا بسبب ناقة البسوس التي جاءت تأكل في أرض وكليب. كتب قصيدة أو هكذا تخيلها أمل دنقل، وكتب قصيدة لعمرو بن ربيعة أخوه يقول له فيها لا تصالح، فاهم يا أستاذ عم؟ لا تصالح على الدم حتى بدم. في القصيدة بيتكلم على بيرد على اللي زيك اللي بيقوله رأس برأس. شوف حتى ايه اللي بيقولوا رأس برأس، مش اللي بيقولوا كلهم مصريين وكلهم حبايبنا وكل الدم سواء، لا، اللي بيقولوا رأس برأس. قال له أكل الرؤوس سواء؟ أسيف كان لك كسيف أسكلك؟ ينفعش. إن سيفان سيفك صوتان صوتك، إنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هكذا تكون الأخوة في الوطن، هكذا يكون الإخوان في الوطن. لكن من يقتلك ويفجرك ويزرع في شجر الورد والبرتقال قنابله ليس مصريا.
من يتمول من الخارج يا سيد عمرو عشان يشتري القنبلة دي ويحطها لضباط الجيش والشرطة مش مصر يا أستاذ عمرو. وطمنك يا أخ عمرو، مفيش مجال للمصالحة، مفيش بيت مصري حتى لو أدخن قيادة سياسية جات البلد دي بانتخابات 98% مش هتفرض علينا المصالحة مع هؤلاء الخونة. ثق في اللي بقولك عليه، هذا الشعب جبار أنت لا تعرفه جيدا، أنت تربية تانية يا أخ عمرو، أنت تربية الألمان والأمريكان مش تربية المصريين، وبالتالي أنت متعرفش حاجة عن مصر. مصر حاجة تانية، مصر طارق المرجاوي يا عمرو، مصر محمد مبروك يا عمرو، مصر ضباط الجيش الطيارين اللي اتضربوا بصاروخ يا عمرو، بصاروخ والطياره بتولع ويقدر ينزل ولها منطقه سكنيه يا عمرو، فضل يحرف بالطياره والنار بتسرب جسمه عشان يبعدها عن المناطق السكنيه يا عمرو. مش واحد قال له من فضلك انزل عشان اخد الست دي وامشي، فقال له اتفضل خدها وامشي. فاهم يا عم؟ ده حاجة وده حاجة يا عم، دي تربية وده تربية يا عم، ده راجل وده حاجة تانية يا عم. اوعى، والعيب مش عليك، العيب على اللي بيستضيفوك في القنوات الفضائية عشان تردد الهراء اللي انت بتقوله. عايزكم من هنا ورايح تحفظوا أشكال الناس دي، أشكال باسم يوسف وعمرو حمزاوي والناس اللي بتروج للمصالحة وبتروج إن الدم واحد وإن القتلى متساويين وإن جميعهم مصريين. احفظوا أشكالهم، حصروهم في كل مكان عشان يعرفوا إن ده مش وطنهم، الوطن بتاعهم في حتة تانية، مكان ما بيقبضوا، يروحوا ويريحونا، لكن كل يوم يفوروا دمنا بكلام بهذا الشكل لا يليق لا بقناة فضائية ولا بتلفزيونات ولا بجرايد تستضيف هؤلاء الناس لكي ينكدوا كل يوم على الشعب المصري بهذا الكلام. قضية بيننا وبين الإخوان الشياطين يا أخ عمرو، أصدقائك العريان والشاطر فاكرهم كويس وفاكر مكالماتك معهم، قضية بيننا وبينهم يا حبيبي قضية هذا الوطن، قضية دم. طبعا انت ما تعرفش يعني ايه دم، ما تعرفش يعني ايه يبقى بيني وبينك دم يا عم، لان الدم ده عند ناس محددة. هذا اخر مرة، هذه اخر مرة هنتكلم في الموضوع ده هو، لان خلاص الكيل طفح. روجتم من 25 يناير للإخوان وقلتم مش في الميدان ومش هم اللي بيحرقوا ومش هم اللي بيقتحموا السجون، فضلتوا تروجوا ليهم، تحالفتم معهم، أوصلتوهم إلى الرئاسة، ثم وقفتم فوق الخراب لتنعقوا كالبوم وقبضتم الثمن. وها أنتم الآن عندما تكبد هذا الشعب عاماً تم تخريب في كل مقدرات هذا الوطن، اليوم تكررون نفس المأساة، الدم واحد والوطن واحد واللي بيتقتلوا مصريين. لا، ده مصري وده زيك يا عمرو مش مصري. نحن لا نعتبر من يزرع الشوك في شجر الورد مصري، من يزرع القنبلة في شجر البرتقال مصري، ما بنعتبروش كده. من يقتل أبنائنا ليس منا. انت بتعتبره كده انت حر. خلينا نشوف، هذه ليست المرة الأولى بالطبع اللي بيحاول فيها الإخوان يضربوا في قلب
الشرطة المصرية، تاريخكم حافل في الأربعينات من القرن الماضي. المرحوم اللواء سليم زكي حكم دار العاصمة بنفس الطريقة، المرة دي بس هي حكاية الريموت كنترول من بعد، لكن بنفس الطريقة كان الرجل ذاهبا إلى جامعة القاهرة ليفض بعض التظاهرات التي قام بها الإخوان بعد أن حرقوا الأتمان. الأتمان هي أقسام الشرطة، كانت مصر مقسمة إلى تمن، القاهرة مقسمة إلى تمن مناطق، فكان يسمى القسم تم. فذهب الرجل إلى الجامعة ليتصدى للمخربين، فألقى شاب قنبلة بين قدمي، فانفجر الرجل وقتل على الفور. بعدها طلع البعض يقول ملناش علاقة، والبعض يقول شوفوا مين قتل، والتاريخ يعدي والأيام تعدي لحد ما هم نفسهم كتبوا في كتبهم نحن من قتلنا اللواء سليم زكي. نشوف هذا التقرير عشان نشوف تاريخ الإرهاب الإخواني ونرجع نتكلم. يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، أو إن شئت قل أن تنظيم الإخوان السري يعيد نفسه. ففي زمان مضى أبت تلك الجماعة إلا أن تحول جامعة القاهرة التنويرية من صومعة للعلم إلى ساحة للتفجير والدماء. لم يكن العميد طارق المرجاوي أولى ضحايا التنظيم، فقد سبقه أخ له من قبل سليم زكي حكم دار العاصمة. ففي ذات يوم من أيام عام 48 العاصفة، قرر التنظيم الخاص إشعال الحرائق في البلاد، فبدأ حرب القنابل. وفي ليلة واحدة قام بإلقاء عبوات متفجرة على ما يربو على 40 قسما من أقسام الشرطة. ثم جاء بعد ذلك دور طلبتهم في جامعة فؤاد الأول التي تعرف بالقاهرة الآن، فأغرقوا الجامعات بالقنابل والمتفجرات. خرج اللواء سليم زكي حكم دار العاصمة على ظهر مدرعة للبوليس ومعه المئات من الجنود ليؤدي دوره في حفظ الأمن وإيقاف نزيف الدماء. كان للتنظيم السري ثأرا مبيتا مع الرجل، وهو الذي تصدى لتظاهراتهم من قبل. تقدم أحد أعضاء التنظيم السري وألقى بقنبلة بين أرجل سليم فانفجرت، وسقط الرجل شهيدا. وتصاعد التوتر بين الإخوان وبين الحكومة السعدية إلى ذروته. في معرض تبريرهم للقتل قال الإخوان في مذكراتهم إن زكي كان ينتوي قمع التظاهرات، وأن طالبا من التنظيم ألقى عليه قنبلة، لكننا لم نخطط لقتله. عذر أقبح من ذنب. في تقرير لقناة الجزيرة المؤيدة للإخوان كشف عن أنه في عام 1946 قام التنظيم السري بتفجير عددا من أقسام الشرطة بالقاهرة ردا على قمع المظاهرات التي ترفض معاهدة صدق بيفن، بالإضافة إلى أنه مع حلول عام 1948 كان الموقف قد تحول إلى النقيض تماما، فأصبح حسن البنا عدو للجميع، ووقعت حوادث متتالية وخطيرة، وكان دور جماعة الإخوان المسلمين هو الأخطر فيها من وجهة نظر الحكومة وقتها. وكشفت الوثائق أن الإخوان هم المسؤولون عن حوادث التفجير التي وقعت في الشهور الأخيرة قبيل ثورة يوليو. كل هذا تم عن طريق المصادفة، لكنها مصادفة أهدت البوليس المصري دليلا قاطعا لإدانة الجماعة وعقلها المدبر. تمادى فجر قادة النظام الخاص في مذكراتهم، فها هو محمود الصباغ يقول أن قتل سليم زكي سنة 1948 كان هدفا وطنيا وليس خاصا بالإخوان المسلمين بأي حال من الأحوال، فكان يتعامل بعنف مع المظاهرات الوطنية المعادية للإنجليز، ومن ثم فإن قتل سليم زكي كان هدفا وطنيا تسعى إليه جميع الاتجاهات الوطنية. أما محمود جامع القيادي الإخواني فيدعي أنه الشاهد الوحيد على قتل سليم زكي، حيث رأى بأم عينيه طالبا من الإخوان وهو يلقي قنبلة بين رجليه، لكنه يبرر هو أيضا بقوله
لم يكن مخططا له. وفي كتابه النقط فوق الحروف يكتب عادل كمال: تجددت التظاهرات بقيادة الإخوان وكانت يوم ذاك مسلحة، فما أن ظهرت قوات البوليس بسلاحها حتى ألقيت عليها 9 قنابل يدوية بشارع الجامعة بين كلية الزراعة وميدان الجيزة من النوع الصوتي لتخويف البوليس وتفريقه، لكن هذا النوع الصوتي قتل عسكريا وأصاب آخرين كما يؤكد كمال نفسه. عاد الإخوان لإلقاء القنابل في سماء الوطن على أمل أن يحكموا بالبطش والوعيد ليثبتوا المرة بعد الأخرى أنه لو عاد التاريخ نفسه مرات فإنهم لن يفهموا. انتهى الدرس يا أغبياء. انتهى الدرس يا أغبياء. لن يكون لكم على هذه الأرض الطيبة سواء في مصر أو السعودية أو الإمارات أو كل المنطقة العربية، وإن شاء الله على أيدينا، على أيدين المصريين والسعوديين والإماراتيين وكل أبناء هذا الوطن العظيم، لن يكون لكم قدم في أي مكان على وجه الكرة الأرضية. فاصل ونواصل.